مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية ولسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن جريفيث، والمبعوث الأمريكي لليمن السيد تيموثي ليندر كينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وتدعو المملكة والحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة التي يتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة. كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية. وتؤكد المملكة أيضا رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيا الحوثي عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، وإنها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف عن معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة للتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني بإذن الله. شكرا لكم. السؤال الأول الأستاذ عبد المحسن الحربي. السلام عليكم مع الوزير عبد المحسن الحربي ورأس القناة العربية. تحدث مع الوزير عن هذا الاتفاق، متى سيبدأ العمل به وسرياله، وحول اتخاذ القرار في هذا الاتفاق، هل كان قرارا سعوديا أحاديا أم كان هنالك في عملية تواصل مع الحكومة السعودية اليمنية أو جماعة الحوثي؟ شكرا. المبادرة الآن سارية، لكنها تتعلق بقبول الحوثي بما طرح. وقف القتال يتطلب جميع الأطراف أن يتوقفوا عن القتال، وقد رأينا سابقا أن كلما بادرت المملكة والتحالف بطرح حلول سياسية وقف إطلاق النار أن لا يستجيب الحوثي. نأمل أن يستجيب الميليشيا الحوثية في هذه المرة لهذه المبادرة صونا للدماء اليمنية وحفاظا على اليمن الشقيق ولإتاحة الفرصة لحل سياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. تم التنسيق قبل طرح هذه مع الحكومة اليمنية وأيضا مع كافة دول التحالف وإحاطتهم بما ستعلنه المملكة اليوم، وأيضا المبعوث الأممي والولايات المتحدة، ونتطلع إلى قبول الحكومة اليمنية الشرعية لهذه المبادرة، ونأمل أن نرى تجاوب أيضا من الميليشيا الحوثي. السؤال الثاني سيدة بيبيان. Thank you very much. Vivian Nair, I'm from Bloomberg News. My question is, what happens if the Houthis don't accept this proposal?
What will Saudi Arabia do then? And just a clarification, this is extremely similar to the UN initiative. So why is Saudi Arabia announcing this and not the UN? Is this Saudi Arabia saying it's committed to the UN proposal, or is it a new and different proposal coming from Saudi Arabia? So we will work with the international community, with our partners, and with the government of Yemen to push toward this initiative being implemented. We will do all we can to put the necessary pressure on the Houthis to accept and to come to the negotiating table and to lay down arms, because we believe that a stop to the fighting and a focus on a political solution is the only way forward. We will nonetheless continue to support the people of Yemen and the government of Yemen, and we will continue to protect our borders and our citizens and our infrastructure from Houthi attacks, and we will continue to face Houthi aggressions with the necessary response. We are fully committed to working with Martin Griffiths and the United Nations to bring this conflict to a conclusion, and we are fully ready to coordinate with all international partners in that regard. سؤال الثالث الأستاذة نور نقلي. Assalamu alaikum, Noor Nugeli, Arab News. Your Highness, there is no mention of Safar. What's the position regarding this ticking time bomb? Thank you. Thank you very much. So Safar, as you describe it, is a ticking time bomb. And we are extremely concerned about the Houthi continuing to put obstacles to the United Nations doing what it needs to do to safeguard this oil tanker that threatens a true ecological disaster of unprecedented scale in the Red Sea and the Bab el-Mandeb. It's something that is extremely concerning. It's very, very disheartening that the Houthis are using the environment and the livelihoods of hundreds, if not thousands, of fishermen as a bargaining tool. And therefore, we call on the international community to do all it can to ensure that this situation is addressed forthwith, and that this issue is not used by the Houthis to blackmail the international community. سؤال الرابع سيد ستيفن كالين. Thank you, Your Highness. Just two small clarifications. I just wanted to understand the initiative, the ceasefire in the initiative would include everything, including Houthi missiles and drones against Saudi, as well as the Marib, the Marib offensive. And the Hodeida part includes reopening the port in exchange for the Houthis going back to this this agreement. The main question I wanted to ask is how long the Houthis have to respond to this initiative, and what, if anything, your government, we know your government has back channels to the group. Has any sort of work been done already to smooth the ground for them to accept this? Sorry, can you repeat the first part of the question? Yeah, I just wanted to know if the ceasefire includes the Marib and the missiles. So the ceasefire is envisioned for the entire conflict. We want the guns to fall completely silent. That is the initiative, and that is the only thing that can really help us get to the next step, which is a political process and a resolution that can make Yemen safe and secure for the people of Yemen. Time frame, it's up to the Houthis now. We are ready to go today. We hope that we can have a ceasefire immediately, but the onus is on the Houthis. They have to decide, are they going to put the interests of Yemen first, or are they going to continue to put their group's interests and the interests of Yemen first, and the interests of Iran first? So if they are committed to protecting the Yemeni people, then they should immediately accept this ceasefire. We have indeed been in communication with the Houthis, and we have made clear that we are committed to a ceasefire and a political process which involves
them at the negotiating table with all the parties in Yemen. What we have heard so far is only more and more demands, not a clear indication that they are ready to protect or to put the interests of Yemen and Yemenese people first and to seriously address the crisis that's going on the humanitarian side. Thank you. I think since one of بمن واحد الأخت من عرب نيوز سألت بالإنجليزي لو كمان سؤال بالعربي عشان يكون في عدل. أستاذ عوض القحطاني من السلام عليكم سمو الأمير. سمو الأمير، ماذا تتوقعون من الموقف الأمريكي حيال الأزمة اليمنية في حال أن إيران والحوثيين استمروا في محاربة الشرعية والهجوم على المملكة؟ ما هي الخطوات القادمة؟ سؤال آخر طال عمرك، هناك على لسان وزير خارجية إيران يودون التقارب من المنطقة، هل أنتم واثقون من الحكومة الإيرانية وما هي اشتراطاتكم خاصة المملكة في هذا التقارب مع الإيرانيين؟ شكرا. أولا نتوقع من أمريكا وكل شركائنا في المجتمع الدولي دعم هذه المبادرة والعمل معنا على إنجاحها، وفي حال تمنع الحوثيون التعاون معنا في إيجاد السبل الكفيلة بوضع الضغوط الكافية على الجماعة الحوثية لقبول المبادرة ووقف إطلاق النار. وكما سمعنا من الإدارة الأمريكية، الإمارة الأمريكية عبرت عن التزامها بالدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية، ونحن نأخذ الإدارة الأمريكية عند كلمتها عندما تقدم هذا الالتزام، وسوف يستمر تعاوننا معهم لضمان أمن الحدود السعودية والمنشآت والمواطنين السعوديين. ولكن نعرف أيضا أن الإدارة الأمريكية مهتمة بإرساء السلام كما نحن مهتمون بإرساء السلام في اليمن، ولذلك نعتقد أننا سوف نستمر في التعاون القائم بيننا وبينهم لتحقيق ذلك. بالنسبة لإيران والتقارب في المنطقة، التقارب سهل، يحتاج فقط حسن نية ويحتاج التعامل باللين. أما التسليح للميليشيات ومحاولات زعزعة البلدان ومحاولات فرض الرأي بالقوة وتطوير البرامج النووية التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير سلاح نووي، هذه كلها ليست دواعي تقارب. فمتى ما كان هناك تغيير في النهج أو على أقل تقدير مؤشر أنهم يفهمون أن جيرانهم قلقون جدا، يمكن أن يكون هناك بداية حديث عن هذا. لكن حاليا لا نرى أي مؤشر سوى العداوة واستمرار يعني في اليمن الآن مثلا نرى استمرار تزويد الميليشيا الحوثية بكميات كبيرة جدا من الأسلحة المتطورة والخبراء الذي يستهدفون الأعيان المدنية، مطارات مدنية، منشآت نفطية. كل هذا ليس تصرف جار يريد أن يتقارب مع جيرانه. شكرا للجميع.